الحليم يتمثل في نظري سيد الغاء عزيزني وغير الأفضل في الموقع السيدي أن كان بوليت مني ما تجد بكل مشاهدة في دار وطاحة بالزيوم غايش الحلقة الشديدة زي حلقات البرنامج الهم الرياضي برنامج أسبوعي برنامج حسيلة تقريب في الرياضية نتيجة مشتري من البرنامج برنامج أحوال من تسمى في الضوء أخر نتائج حقت الفرق نعرف كما أنه كذلك البرنامج تعطى بعض الفرصة تناقش مجموعة من المواضيع نتطرق مجموعة من المواضيع اهتمام الرياضة في المنطقة العربية. إذا نمشي ندير طاحة بزاف باش الحلقة الجديدة، الحلقة النهارا يتغاب خالد لأول مرة بسبب التزامات مهنية الزميل حسن ممدوح المحلل البرنامج، نمشي ندير أول مرة يتغيب بسبب بعض الالتزامات المهنية، جي دخل غياب آخر الحلقة النهارا، ودي الحلقة النهارا نستضاف اثنين زمالكين فعاليات الرياضية راجل يجني سنة الساحة ديال المنطقة كاين مثلا ميمون الدريوش فاعل رياضي معروف عند المزغران اللي سبق انه استضاف كثير في حلقات سابقة، باش نستضاف كذلك الجنس المعلمي من اهم البطول الكفاءة في ميدان كرة القدم ديال المنطقة الشرقية ممتاز السي محمد التجيلية حاليا مدرب فريق فتح النهضة والكاس الوطني الاول هواة، لكن السي محمد التجيلية تنجم تعتبر من البطول ثم قريب على مستوى المنطقة الشرقية وعلى المستوى الوطني، حاصل على دبلوم الدرجة الثالثة في ميدان تدريب كرة القدم وكذلك دبلوم الدرجة الثانية كمهيئ بدني وغاصش دبلوم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ذي ميدان تحرير كرة القدم. والسي محمد التجيني تغاس زمان نجي السيفير يجي استيلاء ذاتية حافلة في ميدان التدريب، يسبق أنه زمان من المدربين القدمين يحقق الصعود أكثر من مناسبة القسم الوطني الأول، حيث أنه يحقق الصعود رفقة فريق الاتحاد الإسلامي الوجدية ذي موسم الرياضي 90-91، كذلك يحقق الصعود على القسم الوطني الأول النخبة كفريق المولودية الوجدية للموسم الرياضي 2002-2003. والسي محمد التجيني بالإضافة لإنجازة ذهنا زمان أنت مدرب متخصص في الإنقاذ، حيث أنه يسبق أنه ينقذ مجموعة من الفرق من النزول ذي أكثر من مناسبة ويدار مجموعة من الفرق ذي المنطقة الشرقية للمولودية الوجدية للاتحاد الإسلامي الوجدية نهضة بركان فتح النظر، كذلك السي محمد التجيني وتشاغري خندات المزغران، حيث أنه يسبق يدار فريق الوفاق الرياضي المزغران للقسم الوطني الأول هواة ويحقق إيجاج المسمى تنقران تدخل الفريق ذي الفطراني. إذا ثاني تجنسية ذاتية باختصار خرج الإطار الوطني مفتخر الزيس سوطاس في ذي المسمى نسجة في ميدان كرة القدم ويتشارك أنا كما يحدى ذي الحلقة النهار الحلقة البرنامج حصيلة الريف الرياضي ثم نتمنى كما يحدى ذي الحلقات السابقة، لكن بحكم أنه سي محمد التجيني تنقل نسجة وجدة ذي النظر ذي نهار الاثنين واش تنتظر ذيك البرنامج ذي نهار الاثنين يجلب نفس الصعوبة باش نستدعى سي محمد التجيني إلى غاية الحلقة النهار يدير لنا الشرف باش يشارك ذي النقاش النهار. إذا أنا مباشرة ذي المحور مزوارو البرنامج برنامج حصيلة الريف الرياضي المحور مزوارو باش كالعادة تناول ذلك النتائج التقنية يحقق صفقي الناري في مختلف الأقسام الوطنية لا أقسام النخبة ولا أقسام الهواة، أنبدا مباشرة القسم الوطني الأول النخبة الدورة 25 عليك شل الريف الحسيمية زعما يعني تلقاش الهزيمة المخيبة بهذا النس ذي الملعب من مول العصير هاد فريق أولمبيك أسفير 2-0 النتيجة هي ثانية يعني تأزم زمان وضعيا فريق شباب الريف الحسيمي يدور يتعانى من الكوكبات المؤخرة، فمرتها ذي المقدمة من ترتيب ذي مجلس التنافس تنقرت على مستوى الصدارة، جاء فريق الرجاء البيضاوي جد الرتبة الأولى 47 القديم، فريق المغرب الفاسد الرتبة الثانية 46 القديم، فريق أولمبيك خريم قال الرتبة الثالثة 47 القديم، أولمبيك أسفيد الرتبة الرابعة 47 القديم، إذا تمشينا مش لاحظنا نجم التقارب على مستوى المقدمة من الترتيب العام، لكن كذلك على مستوى المؤخرة ذي مجموعة من الفرق تزمع سنت باش تضمنوا البقاء السنت ومن بينها فريق شباب الريف الحسيمية اللي تحت الان الرتبة 12-25 تنقيذين إلى جانب فريق الدفاع الحسنية الجديدية، ذي الرتبة 14 تنقيذ فريق نادي القنيطرة 29 تنقيذين، ذي الرتبة 15 تنقيذ كوك المراكشية 21 تنقيذين، ذي الرتبة الأخيرة تنقيذ فريق شباب قسم التدلة 16 تنقيذين، باش نرجع التنافسية تنقرات جا مجموعة من الفرق اللي تذكر في زمان السنت باش تضمنوا البقاء، اللي تذكر فقط في الدورة ديال الدورة 26 فريق شباب الريف الحسيمية هذه اللي كيجي الاختبار يكسح سوطاس كيجي المقابلة زمان يعني مقابلة قمة أسفل الترتيب، جا فريق الكوك المراكشية فريق شباب محمد شباب الحسيني عفوا جات المقابلة هي لاين أكيد أن هناك فرق قد حاولت تحقق نتيجة إيجابية باش تعز السنت ما كان السنت حاولت تطاورت زي المنطقة المكرمة. إذا من هي تغادي القسم الوطني أمزوارو؟ أنا تغادي القسم الوطني ويست نايم الدورة 29
فريق شباب فريق رجاء الحسيمة ممثل الثاني المنتخب الحسيمي اكتفى التعادل السلبي لهذا المساك يوسفية برشين 0-0 في حين انه فريق هلال النادور سمارانيليا يودع الكسب الوطني الثاني قوالي الهزيمة من فريق خارج ميدان مس الفريق شباب هوارة سجن 0-0 اذا قوالي النتائج في هذا الترتيب العام باختصار بالمقدمة كذلك الكسب الوطني الثاني يجد التنافس لا مقارنة على مستوى الفرق غير فارس بطاقة الصعود في نادي روت غيم زوارو نادي المكناسي 53 القديم في الرتبة الأولى اتحاد ايتم اللول اتحاد الخميسة 56 القديم في الرتبة الرابعة يوسفية برشيد 49 القديم بالنسبة لمؤخرات الترتيب العام سمعنا الفريق هلال الناظور يبقى 2 نظام قسم الهواة هو اللي تحت الفريق الرتبة الأخيرة 26 القديم لكن قبل مازال مجموعة من الفرق تنافست باش نضمن البقاء من بينها الجمعية السلوية الاتحاد الفقيه من صنعاء 26 القديم كذلك من رجاء الحسيمة اتحاد تمارا شباب المحمدية 30 القديم باش نضمن الفرق قيت مهددة النزول إلى جانب الفريق إلى النظر إنجاز مارلي أنه يودع الكسب الوطني الثاني للتذكير فقط فالدورة ديكوال الدورة 30 ذي نيجي المقابلة قمة المقابلة المحلية جاء إلى النظر رجاء الحسيمة بين في البلدية ذي أحفير إذا ما نيجي من أكسب النقطة على القسم الوطني الأول ولا القسم الوطني الثاني غنعدو القسم الوطني الأول هو الشطر الشمال ذي متصدر الترتيب العام فريق النهضة البركانية يعقد التعادل خارج ميدان نسك فريق عامل بالقصيرة 0-0 فريق فتح النظر يحقق الأهم ذي ميدان نس على حساب فريق نهضة المرتين وتفوق سجن 0 في حين أنه محتل الصف الثاني فريق اتحاد سيدي قاسم يكتسح فريق شباب دريوش 7-0 إذا نبدا الوالي نتائج فينا كذلك القسم الوطني الأول هو تربدا التنافسي على مستوى بطاقة الصعود فريق النهضة البركانية سجن برتبة مزورد 47 تنقيذين ديرو الكويسنا الاتحاد سيدي قاسم 47 مكذب ديرو الرتبه الثالثه فريق فتح النظر 43 مكذب فبالنسبه للدوره ديكوان ديرني مقابله قمه الدوره جا النهضه البركانيه الاتحاد سيدي قاسم في حين فريق فتح النظر غادي يفر غاد مدينه من الخميسات اللي واجه فريق نادي بلديه الخميسات وللتذكير فقط فمشني فريق فتح النظر غاد كامل الحظوظ نصف ديال فرق ديال بطاقه الصعود على القسم الوطني الثاني لأن يغني على مستوى مقدمة الترتيب للمؤخرة فريق شباب دريوش الممثل الثاني للمنطقة على القسم الوطني الأول هو كذلك يتعالى للمؤخرة الفريق في الرتبة ما قبل الأخيرة 26 متنقلين في الرتبة الأخيرة تكون من حسنية بن سليمان بوفاق تنجدد 21 متنقلين بالنسبة للقسم الوطني الثاني هو تبدأ الفرق الريفية الدور 24 فريق النجم ميدان اكتفى التعادل بهذا نصف فريق النجم الوجدي عفوا 0-0 في حين انه فريق وفاق سنغالي عقد الهزيمه خارج الميدان على حساب فريق رجاء عفود يتفوق الوفاق سجن 0-0 فريق نادي بلديه تولال يابح لفريق اتحاد مولوديه العيون 2-0 في حين انه مقابله انطلاق توري كوتستازا المقابلات توقف غوامير ومي اصفار الحكم ضربه جزاء لفريق كوتستازا لكن تغني اجتياح الجمهور لفريق فريق اتحاد التوري تجني الجمهور المصري يجتاح الملعب يجبر الحكم المقابلة على إيقاف المقابلة ويكمل الجهة هو النتائج فينا ديني فريق بوتستازا ذي الصفة مزوارة وصحب وارغية القديم ذي الصف ويسنايم فريق نادي بلدية الدولة 47 القديم في حين أنه فريق وفاق أصغنغال ذي الرتبة الثالثة 46 القديم للتذكير فقط في الدورة ديال مقابلة القمة أيضا جاء المتصدر كوتستازا المطارد نادي بلدية الدولان في حين انه فريق الوفاق المصغر الذي ذي راحة اذا المنايا يسير نتائج تقنية للفرق الريفية لا لاقسام النخبة ولا لاقسام الهواة نحاول نخصص الحيز القران في برنامج النهارة الموضوع اللي غادي نخص النقاش هو انه باش موضوع زمان حديث الساعة هو مشروع تأهيل كرة القدم الوطنية او ما يسمى بالاحتلال هذا السيوخ الموضوع كان مدخل عام على اساس السيوخ دور التأطير التكوين باعتبارها من بين العوامل الاساسيه لتأهيل كرة القدم الوطنية. إذا نجم ياسيس من تجدد ترحب مجددا تكون السيد ميمون دريواج السي محمد التجيني ترحب اساسا مع برنامج حصيلة الريف الرياضي. أنا شجع المواد بالنسبة له يمثل السي ميمون دريواج فمشني أنه زعما غادي جميع السوار جميع الفعاليات الرياضية السوار في مشروع تأهيل كرة القدم الوطنية من يسمى بالاحتلال واش تريد شي من جانب هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أولا في البداية نشكى بوابة أزغن غالي ما غاديش نشكى الحرية باش المس عطلته هي باش تأهيل كرة القدم
شكاس محمد التيجاني الإطار الوطني في حضور الناس. أما فيما يخص السؤال اللي غادي يشرح السي محمد هو تأهيل كرة القدم في الوطنية يعني المغرب باش تأهيل كرة القدم باش تأهيل كرة القدم لأن إيش مجموعة المزايا صارتنا أولا باش نعرف تأهيل كرة القدم يخص أديري إيش القرار حكومي زي شي باو رياضة باش هادي إيش مجموعة دير سنة قانونية باش تنظم في مسرعينا التأهيل سواء في تكوين تأطير إنشاء مراكز تكوين قانون الشغب قانون يعني مجموعة من تسال القانون شا ما اقتصر نعيدا اقتصر على تكوين والتأطير التأطير باش نكون القطاع نكون العامل نكون مسيري التأطير كذلك خصص حتى الاثنين باش المؤطرين غيرين صاهرين خويا شسقان سواء في الفرق او المراكز التكوين او المدارس كرة القدم الخاصة او التابعة للجمعيات الرياضية فينا باش نفكر باش نديرين باش اهلنت الرياضة الوطنية يخصص موارد مالية مهمة يخصص دولة الدعم الفرق الرياضية يعني النوادي الرياضية من الدعم باش غتديري الإمكانيات زي غكونت يودانسن زي غفوقنت المدارس لأن المدارس تولي تنجم مجموعة الموارد لأن تولي الخبراء في ميدان كرة القدم تولد كذا المهتمين زي الشأن وين شخص قال وين باش تحلى عز لأن برا بالموارد المالية وين شخص قال المنشآت الرياضية وين شخص قال ما تحلى عز اسم لايا شو التأهيل لأن كانوا مقبلين عن الاحتراف ونشي مازال عاد ونجيبو مأهلين باش انا حنسرايين لأن قال لي التجارية في التسيير التجارية في التكوين التجارية في التأطير خص لابد انضبط خص مش اني غادي لنا الضوابط خص ترسانة قانونية لحمام في مسرايين كنشكرك بزاف السي ميمون واش بالمناسبة كنعتذروا على السي محمد التيجاني على السرد ديال النتائج باللهجة العربية حيت كنا موافقين نقدموا برنامج باللهجة العربية باش يكون التواصل بيناتنا وبين المتابعين ديالنا لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن وحتى السي محمد التيجاني كما قلت سبق له خدم بزاف المنطقة ديال الريف أكيد أنه ما غايبقاش شي صعوبة مع اللهجة ديال الريفية نفس السؤال السي محمد التيجاني إلا سمحتي اللي تعطوا على السي ميمون الدريوش اللي طفى على الساحة مؤخرا هو مشروع ديال كرة القدم الوطنية انتم كما قلت انه راكمتم واحد التجربة محترمة في ميدان ديال كرة القدم ووظيفتكم كإطار وطني كيفاش كتشوف هذا المشروع ديال التأهيل ديال كرة القدم الوطنية؟ أول ما قلنا كل شيء كنشكركم على هذه الاستضافة اللي هي استضافة نيرة وهذا تيتلش صدى الحقيقة باش تلقاو واحد مدينة زنكان واحد البوابة ديال الانترنت اللي كتعطينا هاد المسائل هادي وهاد البرنامج هنا اللي هو من الاعلام ديال وزارة الثقافة اللي خصها هي تنشط هذا كنلقى جمعية ديال الشباب هذا كيفرح وكيفشل يعني هذا التأهيل الصحافة كيبدي بالقاعدة إلا نشوف كرة القدم خصنا نشوفو البداية باش يمكن نقول بتأهيل كرة القدم حنا من 54 استقلينا وحيت اللعب تاولا لا حنا كنعودنا في قوتنا قوية وفي منهج تفكيرنا ذكية اللاعبين ديالنا لاعبين نبرية من البصمات ديال الترويض ديال الترويض ديال اللعبة القية صحابينا دابا كنقولو لنا هاد اللعبة غادي نأهلوهم غادي نأهلوهم كرة القدم الحمد لله حنا سمعنا بلي الدستور غادي ينص التقرير ديالو على الرياضة أنها حق مشروع لكل مواطن مغربي ممارسة ديالها هذا شيء طيب اللي ما جعلنا باش ما نطولوش في المداخلة ديالي
كيف ما قالت السليمون سمعتوا وفهمتوا على ان بزاف ديال التدخين في الكره الثانيه من حاجه البدايه الاساسيه وهي المنشات غير داخل المدينه اي في الفضاء فضاءات كثيره من نقولوا فضاءات هنا كنقولوا نقولوا شكون اللي مات في الفضاء التافه فوقاش كاين مات في التافه عنده خصو يكون عنده وقت عنده مدرسه عنده عمل وعنده رياضه خصنا نعطيو قيمه للرياضه لان الدوله ما تقدرش التالي ديال التافه ديالها غتجني واحد الثمره وخيمه في المستقبل القريب خصوصا في العصر السريع تطورات وتقلبات يعني حنا خصنا نضمنوا البيت ما نخليوش البشر نفسو بنفسو نقولوا هذا فقط مهمه فقط عساف ديال الامه الفلاني كيمشيو يلعبوا كيديروا ما عندهمش تامين هذوك مغاربه ولا ماشي مغاربه الجمعيات كيديروا التامين ناهلوا هذه الفروض الحياه ناهلوا فاش كناهلوا دابا سمعوا عطي واحد البرنامج ديالو غادي يفتح مدرسه انا بلي زلزال وهذه اللي غادي تكون ملجا لهذا الشباب وهذه الشركه المجتمع اللي يمكن هذا تكون بدايه ديال تاهيل الكره الثانيه تاهيل على الصعيد المحلي اما باش نشوفوا صعيد الجامعه جامعة سيفيري فاسي اللي كانوا هنا في كرة القدم دابا هو خصو تيكلم فوق السبونسور المنتخب الوطني تيكلم فوق يجب تكون يجيبو تكنولوجي المنتخب الوطني تيكلم فوق حتى انه يخرج شد البحر ومشى يجيب لنا الشباب المغربي خارج البحر اما الشباب المغربي الحالي هنايا غير مؤهل بالنسبة للفيري يعني هنا غير مكون بالنسبة للفيري يعني هنا ما كانش بروتوكول ولا كان ولا واحد السؤال هل عندنا حق في قوتنا الاقوياء وفي منهجات تسيرنا اذكياء وسدنا اسود الاذكياء من بصمه الناس اللي كيدعوا هذا الشيء عندنا مكونات عندنا المنطقه ديال الشمال الشرقي في المغرب اللي كتمثلها منطقه ديال كانت تسخن المؤهلات انا لو كنا كان الفضاء وكان العنايه وكان بان نكون في كره القدم لكن باش ما نطولوش بزاف عاود تنشوف عندنا الرياضه بصفه عامه صحيت واحد الوجه من الوجوه الحضاره والرقي والازدهار لان الدول هالدول سردت ديك الندوات ديالها وديك الطاولات المجتديره وخدات المنتوج ديالك المناظرات ديالها ونظفتها مجال الاقتصاد والسياسي والعلمي حيث كتتعامل في الميادين وفتح طرق الى وجهيه حديثه ومنهجها منتجه وفعاله الى بقينا حنا كنشوفوا هنا كنتبعوا الخارج ونتبعوا كذا خصنا نكشفوا المؤهلات ديالنا على ولادنا انا اللي تنشوف وكنقول باش تنهي كره القدم خصك سينون شهر واحد حتى سنه قانونيه ديال السياسه الحكوميه ديال المغرب خصها تمشي تشغل عندنا منها كان الشارع شنو هو الشارع مازال ما عرفناش الشارع شنو هو الشارع الشارع بكل ما كان الشارع علاش بكل ما كان شنو تنفرجوا في المقابله كيدخل واحد الانسان كيقول مشاب راه مشاب تنقول لهم ثلاثه نزلوا او كلشي ماشط ديال 3-0 4-0 اليوم تنجي نقول شحال راه معنا 0-0 الحكم دانا يعتبر يعتبر هذا الحكم يغش لان علاش الناس كتبغي الفرجه كتبغي النتيجه من الاعضاء ديالنا اللي كنقول ديال النتيجه ما تاهلينش ما مكونينش لان اللي كيصبح كيسير الرياضه المقاهي العالم العقليات خصنا نغيروا العقليه ونعطيو كل واحد داك الصوص المدير كان مدير المسير كان مسير وفي التالي ندير واحد نجمعوا وندير واحد التقرير ديالنا ونشوف نقاط الضعف ونعالجوا الا بغينا ناهلوا خصنا نحطوا الضغط ما نطلعوش فوق هذا اللي عندنا نقول لك في شكرا للتجينيز كما ذكرتوا فالتاهيل ديال كره القدم الوطنيه مرتبط بمجموعه من الشروط الاساسيه مجموعه من الترسانات القانونيه بالاضافه الى الفضاءات الرياضيه من بين الترسانات القانونيه المهمه في ميدان تاهيل كره القدم الوطنيه كنلقاو ما يتعلق بالتاطير والتكوين وإذا قسنا هذا الشيء على المستوى المحلي غادي نلقاو انه مثلا على مستوى مدارس كره القدم كانت هنا مثلا في الزنغه تشكيله فاشله اللي ما نقولوش فاشله وانما نقولوا ما كانش استمراريه بحال مدرسه الامل الرياضيه في الزنغه كانت مؤخرا انشاء مدرسه من طرف فريق الحسنيه في الناظور والسي ميمون الدريوش على ما اعتقد كيفكر شي مشروع يتعلق بتكوين المدرسه ديال كره القدم موازاه في هذا الاطار ديال كره القدم الوطنيه والتكوين والتكوين والتاطير غادي نعطيو الكلمه مجددا للسي ميمون الدريوش كيفاش كيشوف الاهميه ديال التكوين ولا ديال التاطير في المساهمه في التاهيل ديال كره القدم الوطنيه اولا بعد في نفس السياق اللي قال السي محمد التجالي اذا مشينا في الاخر التشخيص مثلا الرياضه
غادي يمشي مباشره للرساله الملكيه اللي صيفطها الاخ المناظره الوطنيه 2008. الرساله الملكيه فيها جميع المشاكل ديال الرقي الكره الرياضه بالمغرب خاصه كره القدم، من بين التشخيص اللي اشار اليه صاحب الجلاله منها التسيير العشوائي، عدم وجود مراكز تكوين، تأهيل موطنين مسيرين تدبير رياضي، واحد المجموعه ديال المشاكل اشار اليها وهو اعلى الاخر في هذه البلاد. في هذه الرساله اعطى اشارات قويه باش نأهلوا هذه الرياضه الوطنيه وخاصه كره القدم. اما فيما يخص السؤال ديال السي محمد فيما يخص اهميه ديال التكوين، لان دابا كنشوفوا غير الاخر التسيير والتكوين ارتجالي، يعني مؤقت واحد الفتره، يمكن واحد السنه ولا سنتين، من بعد كاين ضغط هذاك الاخر التكوين وهذاك الاخر، ولا الارتقاء كما كدار على الصعيد الوطني، مثلا العصر على الصعيد الوطني، ماشي كنهضر على عصبة الشرق ولا عصبة الصعيد الوطني، كيجيو في واحد الوقت وجيز، مثلا جوج سيمانات كيديروا واحد ملتقى كذا المسائي وصافي، غدا صافي كيطوي هذاك الملتقى صافي، ما كاينش الاستمراريه في هذا الشيء. اللي بغينا نشوفوا هنايا بغينا التكوين يستمر، يعني هذاك الشاب تبعو مثلا من 6 سنين ولا من 10 سنين تبعو حتى يمشي لشي فرقه يمارس النشاط ديالو، ولكن بالمتابعه بالتأطير المحكم أو بالتسيير، التسيير النزيه أو التسيير المحتلم باش نمشيو إلى الأمام، بالإضافة إلى موطرين، يعني حتى التأطير عاود كنجيبو مثلا خبير كيجي في واحد الوقيته ديال جوج سيمانات كيدير التكوين ديالو، كيخصو أموال باهظة. بالتالي ما كانش الاستمراريه في هذاك الشيء، واحد العام مثلا يجيبوه، واحد العام ما غاديش يخدم المتابعه ديال المؤطرين ديالنا. المغرب فيه مؤطرين كفاء، غير بفضل الاخر محمد التيجاني الاطار ديالنا في الشرق دازوا عليه واحد المجموعه ديال اللعابه، داروا البصمات ديالهم لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد الدولي. لا لا لا.